انا بقى عايزه اضمن حقها بالقانون، وناخد بقى مكالمه مع استاذ القانون. اتفضلي. يلا بينا، معايا مكالمه من استاذ احمد فؤاد المحامي بالنقض. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذ احمد، اخبارك انا ايه؟ فندم. بقول لك ايه بقى، دايما بيقول لك سيبيه لو مش عايز يطلقك بما يرضي الله، لان انت لو خلعتيه فبتبريه من كل حاجه، لو طلبتي الطلاق ممكن تخليه يمسكك من ايدك اللي بتوجعك يعني، وتبريه من كل ايوه حاجه. لما تخلفي فانت كده كده حضنه من حقك كل حاجه. يعني ايه؟ يعني معناها ان هي حضرتك لو الزوج والزوجه حصل اختلاف، لما تكون ما عندهاش اولاد غير لما يكون عندها اولاد، لان بيترتب على وجود اولاد في اثار منها انها حاضنه، فمسكن الزوجيه هيكون من حقها باعتبارها حاضنه للطفل الصغير، فهو مقرر لمصلحه الصغير. اما الشقه اذا بتاعتها اللي بعده ايه تاني؟ اما اذا كان الزوج والزوجه ما فيش اولاد، بالتالي ان هو ملهاش مسكن زوجي، ليها حقوق اخرى كزوجة. انا في سؤال سمعته، لو حضرتك بتقول ان ملهاش مسكن للزوجيه، سمعت انه الزوجه لما بتبقى مطلقه او ان هو بيطلقها ليها الحق ان هي تقعد في الشقه مسكن الزوجيه 6 شهور لحد ما تشوفها تقعد فين، ولا دي معلومه غير صحيحه؟ لا، معلومة غير صحيحة، بس هو فترة العدة ليها، فترة العدة تكون الثلاث موجودة شهور في المكان، لكن غير كده لا. يعني بتبقى ليها الحق ان هي تقعد 3 شهور لحد ما تخلص عدتها عشان تشوف هي هتروح فين. بالظبط القانون بالظبط، ما يط... يعني القانون هي يضمن لها حقها. في الفترة دي تعتبر في متعلقات في علاقة الزوجية، ممكن يكون في حمل او غيره، ايوه، فبيظبط في الفترة دي، لكن ما تطلعش من الشقة. لكن ما تطلعش الشقة خلال فترة العدة. المتعة بقى، نفقة المتعة، وإيه تاني بيبقى ليها، إيه تاني المؤخر؟ أما بقى طبعا إحنا هنا هنفصل ما بين حقوق المرأة في حالة الطلاق والحقوق اللي بتتنازل عليها المرأة في حالة الخلع. مظبوط كده السؤال؟ أيوه أرجوك، لأنه أكيد في ناس في نفس الموقف ومش عارفين يعملوا إيه. إحنا ما بنشجعش على ده، بس لازم نبقى الزوجة في عارفين اللي حالة لينا واللي الخلع علينا. لما يكون اتفضل. بيحصل طلاق بيبقى ليها 3 حقوق مالية، منها نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق في حالة ان هو مؤخر، تمام؟ طيب بتقدر ازاي؟ بتقدر بنفقة الزوجة من حيث المأكل والملبس والمسكن لمدة 3 شهور، دي نفقة العدة. يعني الفرد هي مثلا نفقتها او مصاريفها نقول مثلا 5000 جنيه في الشهر مثلا، فبتتضرب في 3 شهور اللي هي فترة العدة، يبقى مثلا نفقة العدة 15000 جنيه. نفقتها هي المصروف اللي هو كان بيدولها، مش فلوس البيت. دي نفقة العدة، خلاص حصل طلاق. هي ما بنتكلمش على نفقة العدة، انا بحب اوضح برضو عشان لو في حد بسيط او ناس بسيطة للطلاق. بتسمعنا. ايوه اتفضل. كويس، نفقة المتعة هي بتقدر دي طبعا تقديرية للقاضي، بس لا تقل عن 2 سنين. يبقى نفقة الزوجة في الشهر بتتضرب في 24 شهر كحد أدنى. يعني لو المثال اللي احنا ضربناه اللي هو نفقتها الشهريه 5000 جنيه، بنضربها مثلا في 24 يبقى 120000 جنيه. يعني ده حتى لو قعدت معاه 3 شهور. طبعا دي حاجه ودي حاجه، دي يعني نفقة هو العده القاضي اللي بيحكم العده. دي تستاهل قد ايه، نفقت متعه او ضحت قد ايه. بالظبط كده، على مده الزوجيه، في واحده متجوزه بقى لها 30 سنه او 40 سنه او سنه. ايوه، بس القانون حدد ان هو لا تقل عن 24 شهر. هل لو كان ده حصل وقت كتب الكتاب كان هيبقى ليها كل ده؟ بالظبط كده. يعني لو انا كنت كتبت كتاب، يعني زي ما هي كتبت الكتاب، لا لو حصل كتب وانفصلنا، الكتاب دخول بالتالي يعني ايه، الموضوع بيختلف طبعا. بيختلف. طب الخلع بقى، الخلع بقى طبعا احنا كمان ما قلناش برضو اللي هي المؤخر، فالمؤخر برضو باستحقاق. المؤخر خلاص ده حاجه بيبقوا متفقين عليها، لو على الصداق المسمى بيننا او ماضي واصل على امانه. كل الحقوق الماليه ليها، لا ليها نفقه عده ولا ليها نفقه متعه وليس لها مؤخر صداق، بل بالعكس لو هي ده قبضت مقدم للمهر بتضطر تدفعه عشان الخلع. يعني ملهاش اي، بس بتاخد شبكتها صح؟ دي مالناش دعوه بيها خالص. الشبكه والقايمه مالهاش علاقه بالموضوع ده، لكن مالكيش الثلاث حقوق بتوع الزوجه المطلقه. بالظبط كده. طب انا عايز اسال حضرتك بقى سؤال، انه عايز اعرف ايه في عقوبه في القانون للزوج اللي يحاول ان هو يجهد يعني يجهد مراته ان هو ينزل الجنين، يعمل لها اجهاض ايا كان بقى، لو بحبوب اجهاض زي النهارده
او بالضرب، لان انا ممكن اكون شفتها حتى انا مش عارفه اكمل الجمله والله العظيم من كتر ما انا شفتها، انه ضرب ايوه شلاليت او حتى على السلم عشان يحاول ان هو ينزل البيبي، او ان هو يديها حبوب، او باي طريقه ان هو يحاول ان هو ينزل الجنين ده يعمل اجهاض لمراته. ده ليه عقوبه في هو القانون؟ المشكله القانون هنا ما عليكش مساله الشروع في الاجهاض، ولكن مفيش حاجه هو بتنص في القانون على الراجل جرب يعمل في مراته كده؟ ما وارد ان يكون في عمليات، حتى القانون نفسه لما نص على ماده التجريم الخاصه بالاجهاض قال ايه؟ ماده 261 عقوبات، كل من اسقط عمدا امراه حبلى باعطائها ادويه او باستعمال وسائل مؤديه لذلك او بدلتها عليها بأي طريقة كان، بأي طريقة سواء كان كانت. برضاها او لا يعاقب بالحبس. يعني هو اي حد يديها ادويه او يعمل اي عمل زي ما حضرتك تفضلت كده حبس قد ايه؟ بالعنف وحصل اجهاض هنا، بس القانون قال ان العقوبه جنحه. يعني ايه جنحه؟ 3 سنين يعني عقوبتها اقصاها صح؟ لا تزيد على 3 سنوات. لانه تمام. لو حاول، طب لو حصل الاجهاض، انت كده لو حصل حاولت اجهاض فاخدت اعتقد ثلاث الجريمه سنين اتحققت. الجريمه اتحققت، ياخد قد ايه؟ حد 3 سنوات. حبس 3 سنوات. ده لو هي فعلا نزلت البيبي. لو هي نزلت، لو البيبي نزل ومات. طب وفي المحاوله برضو 3؟ لا المحاولة وعدم حصول والطفل ما ماتش، لا ما فيش جريمة للأسف. يعني احنا حتى لو كنا عملنا محضر زي ما انا كنت بقولها انه لا يعملوا بس محضر اثبات حاله، بس هي جالها نزيف يعني جالها نزيف وقعدت في عنايه مركزه وجالها سكر 15 حمل يوم. واه 15 يوم، ده ايه بقى؟ طالما صح الطفل ما لا نزلش يبقى ممكن تتصنف انها وقعت ضربة عادية. طبعا والله العظيم طبعا حتى وهي جواها وقعت بيبي. ضربة عادية ويعاقب بجريمة الضرب. لا ده في ضرر يعني هنا ما هو حتى في لو يعني ضرر، في ضرر لا كامل وكمان الضرر، كامل الضرر ولا لا؟ يعني الطفل نزل ومات ولا لا ما لا لا نزلش؟ هي لا ما نزلش، يبقى هو عادي اكنها ضرب. يبقى لا هو يتعاقب بعقوبة الضرب في الحالة دي. انا نفسي بقى لا بس وبنادي ان عايزين احنا نغير القوانين، لانه لو حصل ده لا قدر الله هتلاقي الناس بتاخد حقها بايديها للاسف. يعني انا بشكرك جدا يا استاذ ايوه، بس احمد احنا ونورتنا، عايزين ميرسي نفهم جدا يا استاذ منه احمد.